أهلا بكم في الجزء الآخر من شرح الوحدة الثانية من مقرر الاتصال، ونتابع فيه كيف نفهم الشخصية. ثالث نظرية من النظريات اللي احنا كنا بنعرضها هي نظرية العوامل الخمسة للشخصية، اللي بتعتبر من أحدث التطورات المعاصرة في تناولها للشخصية، وأعتقد إن هي تعد نموذجا متكاملا لوصف هذه الشخصية. الجزء دوت في مجموعة من التصنيفات للشخصية، هي خمس تصنيفات أو عوامل أساسية خمسة قدمها كوستا وماكري. صنفوا العوامل الشخصية إلى خمس عوامل أساسية، وهي العامل الأول العامل الخاص بالعصبية. احنا اتكلمنا قبل كده برضو، يمكن ده هيفيدنا شوية في الانبساط والانطواء وما شابه في نظرية ايزن. فهنا في خمس عوامل أساسية نتكلم فيها. الأول العامل الأول هو العصبية، هو بعد أساسي يشير إلى استعداد للإصابة بالاضطراب النفسي، وإن تعمل على الضغوط الحياتية على ارتفاع درجة الفرد على هذا العامل. السمات الأساسية بتاعته هي القلق والاكتئاب والشعور بالذنب، الخجل، تقلب المزاج. المزاج مش المزاج، المزاج اللي هو المود النفسي أو الإطار الشخصي الخاص بالحالة الانفعالية. ومن مظاهر العصبية التوتر والقلق، جزء مهم جدا. الخوف والتوتر بيؤدي إلى مخاوف مرضية وبيؤدي إلى العصبية. والاكتئاب هو دايما يبقى عنده شعور بالذنب، وحدة، ومقدار نسبة الأمل عنده بتبقى أقل. الحزن، القلق والتوتر بيبقى زايد عنده. ثالث حاجة في عامل العصبية هي الاندفاعية، غير مسيطر على نفسه، غير قادر على السيطرة على رغباته الشديدة، ويميل دايما إلى النقاشات الحادة، ودايما يندم على السلوكات التي صدرت منه. القابلية للاستسلام دي رابع ملمح من ملامح العصبية في كعامل أول من عوامل الشخصية، وهو مظهر يبين قابلية الفرد لتحمل مشكلات الضغط والإجهاد ومواجهة المواقف الطريان. أصحاب الدرجات المرتفعة من القابلية للاستسلام لديهم رغبة على القدرة على التغلب على المشكلات والضغط، دايما يقدر يواجه الضغوط بشكل معين. عندنا العامل الثاني هو الانبساطية، بيتصف الفرد انبساطي دايما بالطموح، ودود، اجتماعي، سهل المعاشرة، سهل التفاعل الاجتماعي، لا يعرف الكبت ولا الاكتئاب، ويستمتع جدا برفقة الآخرين، ويهتم بتكوين العلاقات الاجتماعية بينهم. والدرجة العالية جزء منه فيها ثقة بالذات ومحب بالذات أو النفس ومحب الآخرين، ودايما بينظر للحياة بشكل بشوش وبشكل جميل، ودايما شايف الحياة جانبها المشرق فقط وليس جانبها السيء. الملمح الثاني في الانبساطية هو الاجتماعية، دايما عنده علاقات اجتماعية ومرح في التفاعل مع الآخرين، ولكن لو قلت الاجتماعي دي هيبقى منعزل ولا ينسجم مع الآخرين بشكل معين. أما الاجتماعي الدرجة العالية بتاعته هو يستطيع أن يكون علاقات اجتماعية جميلة مع الآخرين، ودايما نشيط، ودايما عنده حيوية، ودايما عنده نشاط جسمي واسع، وقادر على الأنشطة والتدريبات الصعبة، وعنده طاقة كبيرة جدا، وعنده دايما مشاعر إيجابية. ده الملمح الثالث من ملامح الانبساطية، ودايما متوافق مع الآخرين، وعنده عواطف إيجابية مع الآخرين، ودايما سعيد، ودايما بيحس باستمتاع وبيحس بمتعة الحياة، وعلى طول بيساعد الآخرين بشكل أو آخر. تالت عامل إحنا قلنا العصبية، قلنا الانبساطية، تالت عامل الانفتاحية أو الانفتاح على الخبرة. الانفتاح على الخبرة بمعنى إن هو مدركاته مفتوحة، عقله مفتوح، دايما شايف إن الحياة فيها جمال مختلف عن الآخرين، محب للفن، محب للشعر، محب للطبيعة، عنده خيال معتدل، ودايما في تخيل. دايما الناس اللي هم عندهم انفتاحيه او انفتاح على الخبره دايما بيبقوا شعراء، ادباء، قصاصين، او من الناس اللي هم ممكن يؤدوا الى نوع التخيل كبير، ممكن مبتكرين بشكل معين، وهم معتدلين في معتقداتهم السياسيه والثقافيه والاجتماعيه. ومن مظاهر الانفتاحيه برضو الخيال الخضر، احنا قلنا ممكن يكونوا مبدعين، فلازم يكون المبدع ده اكتر حاجه تميزه هو الخيال. تاني حاجه الحس الجمال، دايما شايفين كل حاجه جميله، عندهم تذوق للفن وتذوق للجمال، محبين للشعر والفن، ومشاعرهم اكثر عاطفيه مع الاخرين، ما عندهمش الجزء اللي فيه غل وتوتر وحقد على الاخرين، بالعكس هو مشاعرهم دفاقه دايما.
وعنده نشاط كبير جدا، وعنده رغبه دايما ان هو يسافر في اكتر من مكان ويحرك كتير وبياكل اطعمه جديده، دايما ما عندوش نفور من اي شيء جديد، وافكاره دايما فيها نوع من الافكار الفلسفيه والمناقشات، والعقل المتفتح دايما هو متفتح، فدايما افكاره تبقى فيها فضول عقل كتير، فيها افكار ما بيبقاش دايما الناس شايفينه ان هو زي الناس كلها، بالعكس هو ممكن عنده رؤيه مختلفه عن الاخرين بشكل اكثر رصانه واكثر ابداعا، ولديه جزء من القيم ما اعتقد ممكن تكون متفرده، دايما بيبقى عنده المظهر الخاص بفحص ذاته وفحص قيمه وتقييم قيمه من وقت للتاني حتى يصل الى الصوره المثاليه للشخص. وعنده نشاط كبير جدا، وعنده جزء مرتبط بيه النشاط والتخيل. أما رابع عامل هو المقبولية، الشخص بنثق فيه وبيظهر دايما إيجابية للآخرين وصريح ومخلص ويضع رغباته وحاجاته قبل الآخرين، ودايما كثير التسامح والنسيان، ويفخر بنفسه وإنجازاته، وفي نفس الوقت عنيد وعقله صعب، ومواقفه الاجتماعية والسياسية تعكس واقعياته العملية، عملي جدا في حياته، وهو مختلف تماما عن المنفتح عن الخبرة. مظاهر بقى ايه بقى المظاهر ديت؟ أول حاجة الثقة بالذات، عنده نوايا حسنة فعلا، ويفترض النبل وحسن النية من الآخرين، ولديه استقامة في التفاعل مع الآخرين، متوسط في علاقاته بالآخرين، ولا يطري ولا يمدح الآخرين ولا يخادعهم، ولكنه في نفس الوقت يقول مساليبهم ايه وحسناتهم ايه. والإيثار دايما يكون عنده نوع من الإيثار الذي يطغى به بمصالح الآخرين عن مصلحته الشخصية. في كثير من الأحيان الأفراد يحاولون الاندماج في مشكلات الآخرين حتى يستطيعون حلها أو يصلون للحل، ويحاولون دائما مساعدة الآخرين، وهي من الأشياء الهامة جدا في المقولية. والطاعة دي ملمح تاني موجود، وهو الخاص بإن في صراع بين الأفراد وبين بعضهم ممكن يكون أكثر طوعية من الآخرين، وممكن يكون لو في جزء من الفكرة العامة اللي موجودة لو لقى في فكرة أحسن منه ممكن يطيع وينسج جزء من الاهتمام، وينسج سلوك مقارب لسلوك من استطاع أن يقنعه بشيء معين. والطاعة هي جزء أساسي، ومن ثم الطاعة فهي في تواضع، هو حليم ومتواضع في التفاعل مع الآخرين. يقظة الضمير تقابل إيه بقى في عند فرويد في التحليل النفسي؟ الله ينور عليكم، اللي هو الخاص بالأنا الأعلى. صاحب هذه أو من يتمتع بهذا العامل الخامس هو اليقظة، عنده كفاح من أجل التفوق، قدرة عليه على ضبط الذات والشعور بالواجب، ودايما دقيق في تعامله، ويتميزون بالدقة في سلوكهم وتمسكهم بالأخلاق والقيم. من مظاهره إيه بقى؟ الكفاءة الشخصية والانضباط والترتيب، دايما منظمين في المثابرة. المثابرة هي السلوك المستمر للوصول للهدف بشكل جيد حتى لو كانت في عوائق أو مشكلات حاصلة فيه. والانضباط الذاتي دايما موجود عنده جزء من القدرة على البدء بعمله وإنجازه بشكل جيد رغم الصعوبات والحواجز الموجودة. والتفكير المتأني، التفكير الرصين الهادي الذي يصل إلى مبتغاه وإلى نهاية الهدف بشكل جيد. في هذا الجزء نحن تحدثنا عن نظرية العوامل الخمسة للشخصية، ونظرية الأبعاد الأساسية للشخصية، ونظرية فرويد للشخصية. طيب في الجزء دوت في مجموعة من الأنماط اللي بنعملها في حياتنا، مش هنقدر نجيب لكم كل الأنماط، جبنا مجموعة من الأنماط اللي احنا لو شفناها هنقدر نتعامل معاها ازاي. ده الجزء اللي احنا هنتكلم فيه في هذه الفترة. وأول نمط هو الشخصية المرتابة أو سيئة الظن. تعرفها ايه دي؟ هي مفرطة جدا ومبالغة جدا في إساءة الظن بالآخرين، ودايما عندها حرص ويقظه في التفاعل معه. طيب ايه خصائصها وازاي نتفاعل معها؟ دايما بيغلبوا سوء النيمه في معظم الاوقات، والمبالغه والحذر والترقب في التعامل مع الاخرين، وهناك عدم ثقه بهم وتوقع الاهانه منهم. ثالث حاجه المبالغه في التصور
العداء والتنافس، ودايما في مبالغه، دايما مخبر كل حاجه. طيب ازاي نتعامل مع الشخصيه دي؟ اول حاجه لابد ان تكون حذرا في التعامل معه، فهو يخرق بين السطور، دايما بيفكر ايه اللي ممكن يكون بتفكر فيه. ممكن يكون انت بتتكلم بشكل عادي جدا، ولكنه يحاول ان يؤول بين السطور قصدك كذا وكذا وكذا وكذا، وانت ممكن ما يكونش عندك هذه الفكره بشكل او اخر. تاني حاجه هي الصراحه والوضوح معه في الاقوال والافعال، دايما صريح، دايما واثق من نفسك وتتعامل معاه بحديه. واحد واحد يساوي اثنين، ما بيبقاش فيه تفاصيل كثيره، وضوح والرؤيه حتى لا تثير الريبه في نفسه. ما تديلوش مساحه ان هو تقول له كلمه مترادفاتها كتير او معناها اكتر من معنى. كلامك يبقى واضح ومتكلم بشكل معين. تجنب مجادلتي وانتقادي ولا سيما امام الناس، ويبين له ما تراه صوابا باسلوب لطيف دون تعنيف. هادي، تواصل معه بشكل بسيط، فهذا يؤدي الى هدوء في التفاعل معه. ثاني حاجه هي الشخصيه الساذجه. ايه هي الشخصيه الساذجه يا جماعه؟ شخص يثق ثقه عمياء في كل الناس ولا يعي واقعه بصوره دقيقه. طب هنعمل ايه معاهم دول يا جماعه؟ اول حاجه نشوف خصائصهم، ثقه زايده بالناس، غفله عما يدور حوله من امور تهمه، تسامح وعفو زائد مع من لا يستحق ذلك، على طول متسامح، على طول طيب، شكله كده بسيط جدا، ويبالغ في الصراحه والافصاح، يعني ما عندوش اسرار، دايما فاتح علاقته بالاخرين، ويبقى اسمه كتاب مفتوح بين الناس. طب نتعامل معاه ازاي ده؟ لازم نبصره ان السذاجه تختلف عن حسن الظن. في فرق ما بين السلوك اللي انت طيب وانت تبقى عندك حسن ظن بالاخرين، لابد ان يكون هناك نوع من الحذر الواجب الموجود. ونطور ثقته بنفسه، وندربه على المهارات الاجتماعيه الموجوده، ونعرفه ان طباع البشر مختلفه عن بعضها، ما يبقاش كلهم لون واحد، ما فيش كلهم ابيض. في ناس ممكن تكون ابيض، في ناس ممكن تكون أسوأ من كده شويه، فده نحاول نقول له ان في اختلاف بين البشر وبعضيها، مش كل الناس طيبين، مش كل الناس لازم تثق فيهم، مش كل الناس ممكن تديهم ثقتك بشكل او اخر. وتبصره دايما ان الصراحه ليست في كل الامور. دايما عنده ازمه، ده صريح جدا وبيقول كل حاجه، فبالراحه ما نقولش كل التفاصيل، علشان الصراحه مش موجوده في حياتنا، وممكن بعض الناس تستفيد منها او تستغلها. ثالث نمط هو الشخصيه القاسيه. القاسيه اللي فيها خشونه، اللي فيها قسوه، اللي فيها غلظه في المشاعر والتصرفات، وطبعا هو عكس الرأفه. ايه خصائص الشخصيه القاسيه دي؟ غلظه شديده في التعامل مع الاخرين، وقسوه قلب، وغياب مشاعر التعاطف والحنان والموده والرحمه بينهم. دايما بيستمتع بممارسه القسوه والشده مع الاخرين، ويتلذذ بتحقيرهم وتحقير غيره وهنته. وفي جزء مهم جدا هو الصرامه والشده في العقوبه بما يفوق الذنب نفسه، ودايما بيكبر في المشكله عن وضعها الطبيعي، ويبقى عقاب والنقد بتاعه بيبقى شديد جدا. طب نتعامل مع الشخصيه القاسيه دي ازاي؟ نحاول دايما ان احنا نضبط اعصابه والمحافظه على هدوء اعصابنا معاه، وبيبقى في حسم وحزم في تقديم وجهه نظره. تاني حاجه نصغ اليه جيدا ونجادله بالتي هي احسن. لا نستطيع ان نصل اليه في ارضه، يعني لو قلناها ده ارضه اللي هو بيتكلم من خلالها، لا، نحاول نسحبه معانا في اقناع، في كلمات اقناعيه وجمل اقناعيه، نوصل معاه لان في قسوه وفي غلظه وفي شكل من اشكال عدم السواء في التعامل مع الاخرين. برضه نفهمه ان هو لازم يحترم الاخرين قدر احترامه لنفسه، والناس مش هتحترمه الا لما يحترم الاخرين، ولكل فعل رد فعل زي ما قلنا قبل كده. فنحاول بقدر الامكان نقول له بشكل او باخر، الناس مش هتحترمك الا لما تحترم الناس، وردد على مسامعه الايات والاحاديث المناسبه التي تحض على الموده والرحمه. دايما نذكره بآيات ذكر الله الحكيم، بالسنة النبوية الشريفة، بالسيرة العطرة للنبي عليه الصلاة والسلام، ده ممكن يقلل شوية من هذه الشخصية القاسية. رابع حاجة الشخصية الرؤوفة والعطوفة، وهي تتسم بالرحمة والعطف، عندها قدرة على عدم إبداء الغلظة والشدة مع الناس، وميالة دايما إلى استعمال أساليب الترغيب والمبالغة، وضعيف بشكل معين ولين ومتسامح بشكل مبالغ فيه،
ويتنازل، قد يتنازل عن الحقوق الشرعية ومشروعة وحقوقه في التعامل مع الآخرين، سواء إذا كان في صراع كبير ممكن يتنازل عن كل ما يتعامل معه. نتعامل معه إزاي؟ العطف والرأفة هي نسبية، مش كل الناس نتعاطف ونرأف بها، لأن هناك بعض الناس تستحق العقاب وهناك بعض الناس تستحق الإحسان والاستحسان مننا. يعني ابحث عن حقوقه وعلمه، وحاول تدربه على انه يكون يعني في بعض الاحيان في نوع من الشده شويه في التعامل معه. نخبره اننا لا يمكن ان نكون معطوفين بكل من حولنا وكل من حولنا. عامل الناس بمثل ما يعاملونك، وحاول دايما تدربه على هذه المقوله، لانه لن يستطيع ان يتعامل بغير الرفق واللين والرقة التي يتعامل معها مع الآخرين. وهو من الشخصيات هي الجميلة جدا في حياتنا، ولكن دايما مغلوب على أمرها ودايما ما بيتخذش حقها بشكل معين. نمط الشخصية العدوانية هو متسلط على الآخرين، لا يراعي مشاعرهم، مبالغ في إظهار مشاعر الاستياء والغضب، يفرط في الاعتداء بالنفس وتحدي الآخرين وعنادهم، عنده قوة في الصوت مع تسلط في عباراته ولكن من غير حجة. نتعامل معه ازاي؟ نصغ ليه جيدا جدا حتى نمتص هذا الغضب والانفعال، ما ناخدش كلامه على انه يمس شخصيتنا خالص، بالعكس ممكن تبقى تقابله بابتسامة، تسمعه كويس، عيد عليه نقاط الموضوع المتفق عليه، احنا اتفقنا على كذا وكذا وكذا، بحيث ان هو تحاول تلجم او تحاول تعمل له حدود في علاقته مع الاخرين. وابتسم دايما في وشه وقدم له نوع من المرح البسيط والابتسامة الصافية، بحيث ان هو كمان يهدى في التعامل معاك ومع الاخرين. الانطوائية احنا قلناها قبل كده مرتين في الابعاد الاساسية الشخصية والعوامل الخمسة للشخصية، ولكن هي برضو ازاي نتعامل معها. الشخصية المنطوية والمعتزلة التي لا تواجه الاخرين، يفضل العزلة والانفراد، دايما ضعيف ومتأثر جدا بالانتقاد والتشجيع والمدح، ويفضل دايما المجالات التي يغلب عليها الانفراد وعدم التعامل مع الاخرين، خاصه في الدراسه والعمل، ضعف في الاتصال مع المقربين ليه، اتصال لفظي والكلام دايما بيبقى قليل جدا. ده بيبقى محتاج بعض من السلوكيات او العلاجات النفسيه المرتبطه بزياده الثقه بالنفس، مساعدته على رؤيه بعض الافكار اللي عنده، رؤيه شخصه بشكل جيد اكتر، ومحاولة اكتساب مهارات اجتماعية خاصة به، ونختار له الوظائف الخاصة التي تناسب هذه المهارة. إن هي ممكن يكون حاجات في الحاسب الآلي ما يبقاش فيها جمهور، ما نحاولش نضغط عليه في التواصل مع الآخرين إلا بمراحل حتى يصل إلى التواصل الجيد. محاولة إقناعه دايما إن الاختلاط مع الآخرين هي لها إجابات اجتماعية ولها تواصل ممكن يؤدي إلى التواصل الجيد إن شاء الله. الشخصية الخامسة جاذبة الأنظار اللي هي الاستعراضية. واحد دايما هو شخصية هستيرية أساسا، هدفه لفت أنظار الآخرين. بيلبس ألوان زاهية شوية، بيحاول دايما يجذب أنظار الآخرين، مبالغ جدا في الأنشطة اللي فيها حيوية ونشاط وحركة مع سطحية في تفكيره. بمعنى بيتحرك كتير جدا من غير ما يكون هو بيفاكر او فاهم في الموضوع اللي هو بيتكلم فيه، دايما بيبقى عنده مشكله في التواصل مع الاخرين، فبيجري بيتحرك كتير عشان يقلل من صوره الناس اللي هو ممكن يكون مش هم عارفين ان هو ممكن مش فاهم في الموضوع شويه، فبيتحرك كتير قدام الناس. مبالغ في اقامه العلاقات الاجتماعيه، دايما بيعمل عزومات كتير وبيعمل تفاصيل كتير ومتنوعه جدا عشان يوصل ان هو شخصيه مهمه او شخصيه جذابه بشكل معين. نتعامل معاه ازاي؟ نتجاهل أفعال تلك الشخصية ونتعامل معه طبقا للواقع. مش دايما كل ما بيتحرك كتير وهو صح، نحدد له لا انت غلطان في كذا وكذا، ما تتحركش كتير، اصبر بس، اقعد افهم، اتعامل، حاول تحدد معاه هذا البتاع. ننصحه بالتخلي عن الاعمال الاستعراضية. هذه الاعمال الاستعراضية قد تصل به الى بعض السلوكيات السلبية التي تضر الاخرين بشكل او باخر. نهاية احنا عرضنا 7 نماذج، طبعا في نماذج كتير جدا ومتنوعة، في كتير جدا وفريدة، ويمكن ممكن اكتر من 500 او 200 نموذج، وكل شارع وكل بيت وكل مجموعة اقران او اخوان
فيها نماذج كتير جدا، فكل نموذج ليه بعض السمات وليه التعامل معاه. وطبعا من خلال الثلاث نظريات الأساسية اللي احنا جبناها ممكن نحاول نفهم هذه الشخوص، ثم نحاول من خلال التطبيق اللي احنا قدمناه من خلال السبع نماذج نشوف احنا نقدر نعمل ايه ونقدر نتعامل معاه بشكل معين. وان شاء الله في الجزء الجاي سنواصل الحديث عن التفكير الإيجابي، وهذا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.